الله الرحمن الرحيم. نبدأ درس اليوم. درس اليوم راح يكون متعلق بهذه النافذة، نافذة الكلر. هذه النافذة موجودة هنا بهذا القسم، وإذا لم تكن موجودة يمكن أن تشاهدوها في قائمة ويندو. يمكن أن تجدوها في قائمة ويندو. نبدأ الآن برسم مربع نختار هذا المربع بالساهم الأسود، ثم نذهب إلى نافذة كلر. هنا شكل الاستروك، وهذا الشكل يعني بدون حدود، أي لا يوجد حدود للشكل. يمكن أن نجعل للشكل حدود باختيار أي لون، وهذا القسم خاص بلون المربع. نأتي الآن إلى هذه الأيقونة. عندما نضغط على هذا السهم تظهر لنا أنواع الكلر. هنا يوجد لدينا سوليد كلر. سوليد كلر يعني لون صلب، مثل هذا اللون يعتبر لون صلب، وبإمكاننا تغيير اللون من هنا طبعا بعد التأشير على المستطيل. نغير اللون بحسب ما نريده. في معانا النوع الثاني اللي هو لاينر جريدنت. جريدنت معناها متدرج، لاينر خطي يعني يلون لي بشكل متدرج خطي. تظهر لي لوحة الألوان وأيضا لوحة التدرج. في السهم الأول أختار أول لون للتدرج وليكن اللون الأحمر. في السهم الثاني أختار لون آخر وليكن الأصفر. في السهم الثالث أختار اللون مثلا الأزرق، وهكذا يتدرج معي لون الشكل. وبإمكاني أن أضيف عدة مربعات. نلاحظ الآن يوجد سهم في جانب المستطيل، لو ضغطنا عليه يضيف لي أيضا مربع أو تدرج لوني، وأقدر أضيف أي لون آخر وهكذا. وبإمكاني أن أضيف عدة ألوان للتدرجات بحسب المطلوب. إذا هذا النوع هو لاينر جريدنت. لاينر جريدنت. نرسم الآن مربع أو مستطيل آخر. نلاحظ أن البرنامج يقوم بالرسم بنفس الإعدادات السابقة التي عملناها مؤخرا. نختار الريكتانجل ثم نذهب إلى لوحة الكلر. الآن نختار رايدل جريدنت. نلاحظ أنه نفس التدريج لكن هنا بشكل دائري. وبإمكاني أيضا أن أغير الألوان وهكذا. بإمكاني أن أغير الألوان بحسب المطلوب. إذا هنا تدرج خطي وهنا رايدل جريدنت. نأتي الآن ونرسم مربع آخر. كما قلنا أن البرنامج يقوم بالرسم على آخر إعدادات قمنا بتطبيقها. نختار الريكتانجل ثم نذهب إلى لوحة الكلر. بقي لدينا بيت ماب فيل. بيت ماب فيل يقوم بتعبئة الشكل بأي صورة موجودة عندنا في جهاز الكمبيوتر. نلاحظ أنه يقوم بنقلنا إلى سطح إلى مكتبة الجهاز، وبإمكانكم استعراض أي صورة موجودة عندكم في الجهاز. نختار الصورة ثم ننقر Open. نلاحظ أن الصورة تمت تعبئتها داخل المربع. إذا تدرج خطي وتدرج دائري وتعبئة المربع في الصورة.
يمكننا التحكم في مقدار التدرج عن طريق هذه الأداة. هذه الأداة ننقر عليها حتى نصل إلى الخيارات. هنا عندنا Gradient Transform Tool، أداة خاصة بالGradient أو التدرج. نلاحظ أنها تقوم بتحريك التدرج وأيضا التدوير. والتكبير. وهكذا يمكنكم التلاعب بالشكل. وأيضا في هذا المربع الخاص بالصورة نلاحظ أن الصورة كبيرة جدا، هذه هي حدود الصورة. أيضا يمكننا أن نغير الصورة بالنقر على الريكتانجل، ثم نذهب إلى لوحة الكلر، ثم من إمبورت نختار أي صورة ثانية، ثم أوبن. نلاحظ أن الصورة تظهر هنا. يمكن اختيار مجموعة من الصور ورسم عدة مستطيلات وتعبئتها بهذه الصور. يمكننا الآن المعاينة. كان هذا درس اليوم، تعلمنا في هذا الدرس لوحة الكلر وأنواع التلوين، قلنا Solid Color لون صلب، Linear Gradient اللي هو هذا التدرج الخطي، Radial Gradient اللي هو التدرج الدائري، Bitmap Fill. أتمنى إنكم استفدتوا من هذا الدرس، ونلتقي في الدروس القادمة إن شاء الله.